السلام عليكم. في عالم تتسابق فيه الأمم في ميدان الإنتاج المعرفي والحضاري، وتتدافع الشعوب لتعميم ثقافاتها وحضورها العالمي، في هذا العالم يزداد فيه الحديث عن غربة الشباب العربي وضعف شعورهم بهويتهم العربية، خصوصا وأنهم يعيشون في منطقة يخيم عليها منذ عقود استبداد سياسي لم تولي أنظمته السياسية أهمية تذكر لقضايا الهوية. في خضم هذا الواقع يكتسب الحديث عن مفهوم الهوية وأهميتها في حياة الشعوب منزلة كبيرة. هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نطرح السؤال فيها عن مدى فاعلية قضايا الهوية في العصر الرقمي، كما نثير التساؤل عن انتماء الشباب العربي إلى هويته وإحساسه بها في ظل عولمة ثقافية أتت أو تكاد على كل شيء في المجتمعات العربية. وفي الجزء الأخير من حلقة اليوم نبحث مع ضيفينا سبل تعزيز الانتماء العربي لدى الشباب ووسائل حمايته من الانجراف بعيدا عن هويته. أهلا بكم. تسعى الشعوب والأمم على اختلاف توجهاتها وأديانها ومكوناتها الثقافية والاجتماعية إلى إيجاد بصمة تميزها عن غيرها، وأن تجعل لها مكانة خاصة فريدة تتسم بها، بهدف تحقيق التميز والتقدم والارتقاء الإنساني الذي لا يمكن أن يكون دون وجود طابع فريد يميز أمة عن أخرى. ومن هنا ظهر مفهوم الهوية الذي يجمع معلومات الإنسان الأساسية. أزمة الهوية من المشكلات التي بدأت تتعقد مع التسارع التكنولوجي والعولمة والانفتاح الحالي، مما شكل حالة من الاضطراب والتشتت التي تصيب الإنسان حول حقيقة أدواره في الحياة. فإن هوية الشيء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير وتتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تترك مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة. وغني عن البيان أن تأثير العولمة على الهوية العربية يظهر من خلال ما تفرضه عليها من تحديات غير مسبوقة تدفعها إلى أن تعيد تأمل إمكاناتها لاكتشاف مدى قدرتها على الحركة في عالم ليس من صنعها ولا تملك سوى مواجهته بكل تناقضاته. تأثير العولمة وتعلق الشباب العربي بمظاهرها تولد من الفراغ الثقافي لديهم، وهو ناتج عن انعدام التخطيط العلمي لغرس مفهوم الهوية العربية في نفوسهم في مقابل وجود أدوات ضخمة للثقافة الغازية متمثلة بالإعلام بكل رموزه. إن نجاح أي بلد من البلدان في الحفاظ على الهوية والدفاع عن الخصوصية مشروط بمدى عمق عملية الانخراط الواعي في عصر العلم والتكنولوجيا، والوسيلة في كل ذلك هي اعتماد الإمكانيات التي توفرها العولمة نفسها ولكن بجوانبها الإيجابية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب الصحفي، وعبر سكايب من العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث السوداني. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ في الاستوديو. الهوية حينما يطلق هذا المصطلح فما المراد به؟ ما جملة المعاني والقيم والمفاهيم التي ينبغي أن تستحضر إلى الذهن مباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ جهاد على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع للنقاش، وشكرا لضيفك الكريم الأستاذ غسان من الخرطوم، وشكرا لمشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة يعني الهوية هي قضية ذات إشكالية وجدلية في نفس الوقت، لكن بتعريفها البسيط هي مجموعة السمات التي يتأطر في داخلها أو في إطارها مجتمع ما، لكن أبرز هذه السمات التي يمكن أن في النهاية تؤدي إلى وجود هوية مشتركة في إطار مجتمع معين، والتي يمكن أن توصف بأنها يعني معايير أو قيم صلبة في هذه الهوية، في تقديري اللغة، الدين، العادات والتقاليد، مجموعة النتاجات الحضارية المادية منها والمعنوية، والتي تعزز الرابطة المشتركة وتؤسس لما يمكن وصفه بالضمير الجمعي في إطار أي مجتمع. مجمل هذه السمات تقريبا هي التي تشكل الهوية، والهوية بطبيعة الحال هنا ليست هوية جامدة، يعني في نهاية المطاف هي هوية متحركة عبر الأزمان وتخضع لصيرورة الأحداث، لمجموعة التحولات التي تشهدها المجتمعات، الصراعات، الحروب إلى آخره. ونحن اليوم في هذه المرحلة تحديداً ما أحوجنا إلى إعادة نقاش فكرة الهوية الآن، خصوصاً وأن الهوية
العربية على وجه التحديد تتعرض والهوية الوطنية حتى تتعرض اليوم لتهديدات حقيقية. هل ثمت هوية وطنية؟ نعم هناك هويات وطنية فينا، لكن هذه الهويات الوطنية دائما تتأثر بشكل ما بالأجندات السياسية، هذه الهويات الوطنية، لكن هناك هويات عابرة. لكن أفهم أنا أستاذ ياسين، أنا أفهم أن هناك هوية أمريكية أمة متكاملة الأركان، والهوية الفرنسية ليس بمعنى الدولة وإنما بمعنى الأمة الفرنسية وحتى الأمة البريطانية. أما في بعض المجتمعات الجغرافية كالحالة العربية، ولا أريد أن أتوسع الآن لأننا بعد الفاصل سنتخصص في الحديث عن المجتمع العربي، في الحالة العربية هل يمكن منهجيا ومنطقيا الحديث عن هوية سورية، هوية يمنية، هوية عراقية؟ هل هذا ممكن عمليا؟ لا، الهوية الوطنية بطبيعة الحال يعني فرضتها الحاجة السياسية، طبيعة الأنظمة التي تشكلت بعد الحرب العالمية بعد الاستعمار، بعد الحرب العالمية الثانية. لكن أيضا ليست مشكلة في أن تتشكل هويات وطنية، ليست مشكلة، في نهاية المطاف تظل هي هويات داخل الهوية الكبرى التي هي الهوية العربية الإسلامية، ولا يمكن أن تتصادم معها، لأنه في نهاية المطاف سوريا أو اليمن أو العراق هي محصلة تراكم حضاري. العراق كان شيئا مختلفا يعني قبل 3000 سنة، كذلك سوريا، كذلك اليمن، هناك تراكم حدث طيلة السنوات التي مضت، آلاف السنوات التي مضت، إلى الحد الذي يسمح لنا بالحديث عن الهوية اليمنية، الهوية العراقية، الهوية السورية. لكن في المحصلة النهائية هذه الهوية تندرج في إطار هوية جامعة أكبر، وهي الهوية العربية الإسلامي. ما زلنا يعني في إطار الحديث عن الهوية العربية والهوية الوطنية وهذا التراكم، يبدو أن الأمر جدلي وإشكالي، حتى الآن لم تفكك هذه الإشكالية. نريد أن نذهب إلى الخرطوم لنسأل أستاذنا الأستاذ غسان علي عن مما تتشكل هوية الشعوب بصفة عامة، أو بمعنى آخر ما اللبنات والمعالم الأساس التي لا غنى لأي أمة أو شعب من الشعوب عنها التي ترسم هويته العامة. بداية شكرا جزيلا أستاذ زيهاد، شكرا أيضا لضيفك الكريم للاستوديو ولقناة الرافدين على هذه الفرصة وكذلك لمناقشة هذا الموضوع. أنا أتفق في كثير مما ذهب إليه ضيفك الاستوديو. الهوية موضوع إشكالي بطبيعته، موضوع سجالي، يعني حتى ما يمكن أن يسمى تعريفا ما للهوية هو ليس تعريفا مريحا، هي محاولات لإيجاد يعني نعم نسميها إجابات تطمينية حول ما المقصود بمعنى الهوية. الفكرة المركزية عند الحديث عن الهوية كما تفضلت الآن أنت أن ثمت دعنا نسميها عناصر مركزية لأي هوية، كانت عربية فرنسية إيطالية ألمانية كذا. المحدد الرئيس في الهوية هو هذه الذاكرة الجمعية التي تعيش في وعي ولا وعي الشعوب. حينما نتحدث قبل قليل كنتم تتحدثون عن أنه هل ثمت هوية في اليمن، هوية في سوريا، هوية في العراق، هوية في السودان. واقع الحال الحديث عن الهوية العربية في توقيتنا الذي نعيش الآن يستدعي جملة مشكلات منهجية. المشكلة الأول هو أن حتى مفهوم العروبة نفسه تعرض إلى كثير من تجريف المفاهيم. أستاذ غسان، حتى 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 أرجو المعذرة عن المقاطعة حتى لا نقفز على المحاور، وأنا مثلك متحمس للحديث عن الهوية العربية، لكن خصصنا له محورا كاملا بعد الفاصل. نريد أن نستفيد منك الآن معنا في الحديث عن لبنات أي هوية في الشعوب. تحدثت عن قضية الذاكرة الجمعية، هل فقط الذاكرة الجمعية أم ثمة لبنات أخرى مثل قضية اللغة، التاريخ المشترك؟ نريد أن تحدثنا عن هذه وأهمية هذه اللبنات في تشكيل وصوغ الهوية العامة للشعوب. الذاكرة المقصود منها في الأساس هي عندها مفردات اللغة، التاريخ المشترك، بل لعله حتى أساطير الشعوب يمكن أن تصبح جزء من هويتها. حينما استخدمت تعبير الذاكرة قصدت منه أنه أجمل كل هذه العناصر، اللغة، الدين، الخيال، الشعور، اللا شعور، كل هذه عناصر تشكل هذه الذاكرة الجمعية. البعض يريد أن يعني يعتمد اعتمادا ما على أن اللغة هي محدد رئيس محددات الهوية. طبعا حينما نحاول الآن أن نعمم هذا التعريف على موضوع الهويات التي نشاهدها تصبح اللغة عنصر من عناصر الهوية. لذلك اللغة كما ذكرت قبل قليل مفهوم الذاكرة الجمعية هو الذي يجمع كل هذه اللبنات، اللغة، الدين، التاريخ، الجغرافيا، بل حتى كما نسميه نعم في السودان هنا التعدد الإثني يمكن أن يصبح جزءا من هوية قومية ما أو شعب ما.
طيب اريد ان اطرح عليك مثالا، يعني مثلا دول الكومنولث، بعض الدول الافريقيه تتحدث اللغه الانجليزيه وتدين بالديانه المسيحيه على غرار بريطانيا وانجلترا، ومع ذلك هل يمكن اعتبارها تنتمي الى هويه واحده، ام ما الذي يمكن تفصيله في هذه القضيه هنا؟ يعني انت قلت ان الحديث عن الهويه العربيه مؤجل الان. نعم. يعني انا من انصار ان المقارنه هنا قد تبدو صعبه قليلا. يعني الحضاره الغربيه، أو الآن ما ذكرت أنت دول كومنولث، أنا فهمت السؤال أنه هل يكفي أن نتحدث لغة واحدة وأن ندين بدين واحد حتى تصبح هذه الهوية هذا هو السؤال تعبر عنا جميعا، هذا ما نفهم. يعني أنا أعتقد أن هناك خصوصية في الثقافة العربية حينما نتحدث عن الهوية، أنه هذه اللغة ليس كما نقرأ في التعريفات الكلاسيكية هي أداة تواصل. اللغة هي نظام للتفكير، اللغة هي نظام لإنتاج المعرفة، وبالتالي حينما قلت تعبير الذاكرة، كل ما أنتج في حضارتنا يعني العربية والذي نموت إليه بصلة ما أو نستمد منه هذا الوجود الذي نسميه وجودا عربيا، من هنا اللغة هي نظام للتفكير. نعم. أي هي تعبير أسألنا في الإجابة عن سؤال من نحن. من يتحدثون العربية لابد أن يكونوا أيضا يستندون إلى ذاكرة واحدة. طيب، هذا المسرح الذي هو موجود في طيب العقل، هذا تشكل فيه اللغة محدد رئيس. هذا سنبحثه بالتفصيل بعد الفاصل أستاذ غسان، لكن الآن يعني في ظل الانفتاح العالمي الكبير والثورة الصناعية والعولمة وذوبان الحدود وتحول العالم إلى قرية واحدة، وكذلك الثورة الرقمية والصناعة التكنولوجية التي ذوبت الفوارق كثيرا بين الأمم والشعوب حتى في الناحية المجتمعية والثقافية، هل يمكن الحديث عن الهوية؟ هل الهوية في هذا الزمان ذات أهمية تذكر؟ أنا لفت نظري سؤالك حول مسألة الكومنولث، يعني هل في نهاية المطاف نستطيع أن نقول أن هذه الدول كلها أصبحت بريطانية، بمعنى يعني اندمجت في الهوية البريطانية؟ هذا الأمر له علاقة بالسؤال الأخير. يمكن للمجتمعات البشرية أن تتشارك قيم معينة حضارية، العولمة فرضت على المجتمع الإنساني أن يتشارك قيم معينة، كيف يستخدم الكمبيوتر وكيف يتحدث حتى لغة عالمية واحدة، وكيف يأكل الطعام وكيف يسافر. هناك مجموعة من القيم المشتركة المعولمة التي يتشاركها كل البشر. إذن هناك ثقافة، هناك نموذج ثقافي، لكن ليس هوية. يعني لا يمكن أن تنجح في دمج مجتمع ما في هويتك أنت، الهوية القوية. مثلا لنفترض أن هناك هوية أمريكية. الآن الأمريكا استطاعت أن تفرض قيمها، لكن باعتبارها ممارسات ثقافية، باعتبارها قيم ثقافية. لكن الإنسان عندما المهاجر عندما يذهب إلى الولايات المتحدة ثم ينجب طفلا، هذا الطفل عندما يفقد لغته يتحول فعلا إلى أمريكي، فعلا تصبح هويته أمريكية. إذن اللغة أنا أعتقد أنها مرتكز أساسي في الهوية، الدين مرتكز أساسي في الهوية. حتى وأنت أمريكي عندما تصبح مسلما تشعر أن لك هويتك الخاصة، صار عندك غربة في مجتمعك، صار لديك غربة في المجتمع، تندمج، تتشارك مع المجتمع الأمريكي قيمه الحضارية، تتفاعل معه، مع جيرانك، مع كل شيء، لكن في النهاية هناك إحساس خاص ذاتي. ثانيا، هل نجحت العولمة؟ في نهاية المطاف العولمة عندما تصل إلى كل البشر، تصل عبر لغاتهم. إذن يعني هنا اللغة تصبح يعني سياج هوياتي مهم للغاية، يدافع حتى على أقل المجتمعات اللغوية تأثيرا وشأنا في هذا العالم، لكي يصل إليها في النهاية يتبنى لغتها. يعني أنت تستخدم الكمبيوتر بلغة يتحدث بها آلاف الناس في هذا العالم، مئات آلاف الناس، ملايين الناس، اللغة العربية، اللغة الإسبانية، اللغة الروسية، اللغة الصينية، اللغات الأخرى المنتشرة في هذا العالم، تستخدم الحاسوب الذي هو قيمة مادية مشتركة في الحضارة الإنسانية، لكن بلغتهم. هذه المجتمعات تستخدم الكمبيوتر بلغتهم، وبالتالي تبقى اللغة العربية، يعني أقصد اللغة تبقى سياج مهم جدا وحامي أساسي للهوية. مسألة لا يمكن أن تنجح أي حضارة في تذويب المجتمعات والثقافة الأخرى فيها بحيث تصبح هوية واحدة إلا إذا استطاعت أن تتغلب على المرتكزات الصلبة في الهوية، وهي اللغة والدين. طيب.
طيب أستاذ غسان، هناك اتجاه حديث في بين علماء الاجتماع والباحثين اجتماعيا في العصر الحديث يقيس درجة تطور وخيرية أي مجتمع بمدى تحرر أفراده من الهوية الجماعية وتحقيقهم لفرديتهم. هل هذا الكلام يعني تغير أو تراجع مركزية مفهوم الهوية في الشعوب أم تغير هذا المفهوم؟ يعني أنا كما قلت قبل قليل أنه هناك خصوصية، إذا نتحدث كعرب يعني هناك خصوصية في ثقافتنا أنه هذا العقل الغربي بمعنى بشكل الأشكال تخلص من هذه الجماعية. وصحيح أنه الآن يعني يكون الحديث يجري حول الهويات الفردية التي هي جزء مكون من سلسلة أو من منظومة ما يسمى المواطنة الأمريكية أو المواطنة الفرنسية أو كذا، لكن في سمت خصوصية لدينا هنا أنه نحن عمليا نتحرك من عقل جمعي، وهذا العقل الجمعي على هذا الدين الذي يجمع الناس، على هذه اللغة بتراثها وتركتها ودلالاتها ومجال التداول كشكل عام. لذلك أنا في تقديري الحديث عن الثقافة العربية في مفهوم الهوية يصعب تماما أن يتم فيه تطبيق ما يسمى بالهوية الفردية. الهوية الفردية هي بنت تجربة حضارية مختلفة تخلصت حتى من مفهوم الهوية. تعليق مهم أستاذ غسان، ما ذكرته تعليق مهم، لكن أريد أن أنقل لك نحن لدينا هذه الخصوصية. أريد أن أحاورك، ذكرت أشياء مهمة حقيقة تتعلق بالهوية الفردية والجمعية، لكن ثمة كلام خطير ينقله بعض الباحثين الأوروبيين وخاصة الألمان منهم، يقولون بأن الإحساس بالهوية الجماعية هو تعبير عن حالة استلاب وقبول غير مبرر لقيم المجتمع من غير الغوص في دلالة هذه الهوية ومدى صلاحيتها في هذا الزمان والمكان. إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام كمثقف؟ يعني أنا إلى حد كبير يعني شديد الحساسية تجاه ما ينتج داخل حيز الفلسفة الغربية، وحينما أريد أن أنقل هذه النتائج يعني أحاول بشكل ما أن أعمم على تجربتنا، فأنا حذر جدا في الأخذ بهذه النتائج، لأنه أنا على قناعة بأن ثمة عقل غربي وثمة عقل عربي، وهذا العقل الغربي قطع هذه الفلوات والمساحات والمسافات ليصل إلى نتيجة تخص تجربته الحضارية، على عكس ما نعيش نحن في هذه الثقافة العربية. هذه الثقافة العربية الحديث فيها عن أن هذه يعني الكليانية تصنع شمولية، وبالتالي تصنع مجموعة من قطيع يتحركون وفق إرادة تسلب حقهم الفردي، هذا الحديث في الثقافة العربية غير موجود، على عكس هو موجود في الثقافة الغربية. أنا أعتقد أننا إذا أردنا أن نصل إلى معنى اجتماعي حتى لقراءة ظاهرتنا الاجتماعية علينا أن ننظر في هذا التراث الذي نحن حتى الآن تراث العرب يعني الذي نحن حتى الآن حينما ننظر إليه نشعر بهذه الصلة، وهذه الصلة ليست صلة جبرية، هذه الصلة منفتحة، صلة مفتوحة. لذلك في تعريفات الهوية لدينا علينا أن نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أننا لا نملك هوية مغلقة أو منغلقة. سمت هوية مركزية هي هويتنا العربية، لكن هذه الهوية قدرتها وقوتها أن هناك روافد باستمرار تغذيها. نعم. لذلك أنا لست يعني شديد القناعة والإيمان بما يتم التوصل إليه في حيز بحث الشخصية والهوية والذاتية الفلسفة الغربية، بل أقرب إلى ما يمكن أن نصنع نحن في دراستنا لظاهرتنا الاجتماعية. طبعا أنت لست متحمسا للحديث عن العقل الغربي والفلسفة الغربية، لكنك متحمس للحديث عن الهوية العربية، وهو ما وصلنا إليه، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. We'll be right back.
أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث في موضوع الشباب العربي وتأثر شعوره بهويته أمام هجمة العولمة. أستاذ ياسين، ثمة من يرى بأن الشباب العربي في وقتنا الراهن لم يعد يعير الهوية وحديث الهوية وقضايا الهوية أهمية ذات جدوى، أهمية كبيرة، إذا ما قورن الأمر بعقدين أو ثلاثة سبقت. ما مدى اتفاقك مع هذه الرؤية من عدمها؟ السؤال في غاية الأهمية، ولكن أود أن أعلق فقط بإياز حول مسألة الفردانية، وهذه متصلة بالحضارة الغربية. كما تعلمون الليبرالية في جوهرها اعتدت بالفردانية، لكن اليوم نحن في الولايات المتحدة كنموذج بطبيعة الحال هناك ارتداد شمولي، هناك ارتداد لثقافة القطيع، القطيع الأبيض. اليوم الصراع في الولايات المتحدة قائم على فكرة استنهاض دور العرق الأبيض في مواجهة الحالة الفردانية التي كادت أن تهدد وجود هذا العرق الأبيض وهيمنته ونفوذه على الساحة الأمريكية. الصراع الحقيقي اليوم يدور حول هذا البعد في الهوية الأمريكية. الديمقراطيون يريدون أن يكرسوا مفهوم المواطنة التي تعني الكل متساوي، الأعراق المختلفة، الأديان المختلفة، لكن المعسكر الجمهوري اليوم بكل وضوح يطرح فكرة أولوية العرق الأبيض وهيمنته ونفوذه السياسي على الساحة الأمريكية. فيما يتعلق بالشباب، أنا في الشباب العربي، الشباب العربي يعني قبل ثلاثة عقود كان هذا الشباب يخضع ربما لحالة استقرار مراوغة. كان المجتمع العربي، الدول العربية تخضع لحالة استقرار كاذبة مراوغة، أو ما يمكن اعتباره بسلام القوة الذي فرضته الأنظمة التي أتت بعد الحرب العالمية الثانية. كانت أنظمة قمع شمولية، وهذه الأنظمة قادت الشباب العربي ووظفته كقطيع في حقيقة الأمر. هناك أنظمة تبنت البعد العربي في الثقافة وفي الهوية، وهناك أنظمة كرست البعد الديني في الهوية، وهناك أنظمة كرست حالة من اللا انتماء في حقيقة الأمر، وكرست نظاما شموليا ديكتاتوريا. لكن في نهاية المطاف أيضا المجتمع العربي احتكم لآلية تقليدية. الجامعة العربية تبنى خطاب إعلامي سياسي يعنى بالهوية العربية، لكن الشباب العربي في نهاية المطاف لم يستسلم. وكما قلت، الهوية ليست ثابتة، هي تتأثر أيضا بمجمل المتغيرات التي تدور في المجتمع الكوني. ظل العرب يتأثرون بشكل كبير جدا بالصدمات الحضارية، بالموجات الحضارية التي تأتيهم، خصوصا بعد موجة المعرفة هذه وتكنولوجيا المعرفة بكل ما ولدته من تقنيات أفضت فيما أفضت إلى خلق المجتمع المعولم أو القرية الواحدة. الشباب العربي في تقدير اليوم لم يفقد إيمانه بهويته مطلقا. هناك حالة شاذة، لكن حتى الشباب العربي اليوم هو يحاول أن يجدد بعد أن اصطدم حضاريا بالتطورات المذهلة في المجتمع العالمي، بعد أن وجد أنه لابد أن يتحرر من الواقع المأساوي الذي يعيش فيه. واليوم في ظل الصراعات التي تولدت عن موجات الربيع العربي ودفعت يعني شتتت ذهنية المجتمع الشباب العربي خصوصا، وأن هناك مراكز قوى أفرزها الصراع وتحاول أن تعيد هذا الشباب العربي إلى الهوية الأولى، الهوية الطائفية، الهوية المناطقية، الهوية الإثنية حتى. هذه أخطر أعتقد من ما يهدد الهوية ويحاول أن يجر الشباب إلى ما دون الهوية العربية الأصيلة. لكن أنا في تقديري حتى في ظل هذه المهددات الشباب العربي أثبت كفاءته، وعلينا أن نعمل مسح فقط للشباب العربي المتواجد في العالم، في تركيا، في أوروبا، في آسيا. هذا الشباب اليوم يبدع في 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 في, في الدفاع عن هويته ويجدد من خلال هذه الهوية، لم يكفر بهويته إلا النزر اليسير من الشوارع. كيف يتجلى لك أن الشباب العربي في بلاد الاغتراب والمهجر يعني يدافع عن هويته أو يبرز هويته؟ لا زال مرتبطا بأحداث بلدانه. هذا ارتباط وجداني لا يعكس بالضرورة إبراز معالم الهوية العربية. هذا ارتباط يأخذ منه جهد ووقت وتفكير وخطاب ووجدان، ليس فقط مسألة ارتباط عاطفي. أيضا هذا الشباب أيضا على وعي كامل بالربيع العربي وبالمهددات التي استهدفت الربيع العربي وطبيعة الاصطفافات الدولية التي أحاطت بهذا الربيع العربي. أعتقد أن التحديات التي واجهت الربيع العربي عمقت الهوية العربية لدى هذا الشباب، باستثناء النزر اليسير. أنا أعتقد مثلا هناك بعض الشباب الذين انحرفوا وخرجوا خارج الهوية وحاولوا أن
نضرب الهوية بمجموعة من الممارسات الرذيلة، مثلا الانحراف الجنسي، الجندرة المثلية، لكن هذه تظل نماذج نادرة. نعم. ولا يمكن أن تكون مسطرة أو مقياس. طيب يعني تحدث أستاذ غسان، تحدث ضيفنا في الاستوديو عن قضية أن العرب حتى في المهجر أثبتوا موجودية وارتباط بالهوية العربية واشتغلوا من أجل تعزيز مفهوم الهوية العربية، لكن السؤال الآن هو ما هي الهوية العربية في ظل الآن معايير عالمية تقول إن الشباب العربي يرى الخير كله في الأفلام الغربية واللباس الغربي وحتى البرامج، صارت هناك مثلا أمريكان آيدول البرنامج الشهير، صار هناك عرب آيدول، بمعنى أن نمط التفكير والاستهلاك واللباس والثقافة والمسلسلات والأفلام كلها الخير في مما يأتي من الغرب. إلى أي مدى تشعر أن الهوية العربية الآن في ظل هذا ما ذكرناه في خطر حقيقي؟ يعني شكرا جزيلا مرة أخرى. الحديث حول الهوية العربية نفسه أنا بالنسبة لي موضوع إشكالي، يعني لأنه ما هو التعريف؟ ماذا نقصد بالهوية العربية؟ هل هي هوية ثقافية؟ هل هي هوية إثنية؟ هل هي هوية دينية؟ هل هي هوية حضارية؟ لذلك ثمت مشكل أصلا في التعريف. دعنا نبني في تعريف الهوية العربية على ما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال العربي من تحدث العربية. إذا بنينا على هذا يعني ماذا يمكن أن يقال؟ يعني إذا كانت المقصود بالهوية الثقافية طبعا يعني ولست أقول جديد حينما أقول أنه الحضارة العربية الآن يعني بطبيعة الحال لا تعيش إلا أسوأ لحظاتها، أسوأ فتراتها، والمغلوب مش كده مولع بتقليد الغالب كما يقول ابن خلدون. فيعني هذه التبديات التي ننظر إليها أنا سمت استلاب وسمت غزو وسمت تحولات في معنى الانتماء للثقافة العربية والهوية العربية، سبب طغيان هذه العولمة أو سبب يعني هذا النموذج الحضاري الضاغط على الحضارة العربية؟ نعم، أنا في تقديري أنه الشباب العربي يعيش مشكلات على مستويين، هناك مستوى داخلي في موضوع الهوية ومستوى خارجي ومستوى عالمي. المستوى الداخلي ينعكس في هذا التشظي الذي ينظر إليه الشباب العربي داخل مجتمعاته، لأنه هو مواجه بهوية طائفية، بهويات دينية، بهويات مناطقية، بهويات أيديولوجية، حتى لدرجة أن الأيديولوجيا في بعض بلداننا تحولت إلى معنى هوياتي. هذا تحدي معقد جدا يواجه الشباب العربي. في الخارج يواجه هذا التحدي الكبير، هذه يعني الهجمة الضخمة من الحضارة العربية، الحضارة الغربية التي جعلت هذا الشباب العربي يكون لا يدري ما الذي يمكن أن يجيب عليه إذا سئل عن سؤال من نحن. لذلك هناك تحديين كما ذكرت، تحدي داخلي وتحدي خارجي. وإذا أردنا أن نصل إلى النتائج بمعنى أن نوقف الآن، ما هو موقع الشباب العربي الآن من هذان التحديان يعني داخلي وخارجي؟ أنا أعتقد أنه نحن نعيش لحظات معقدة ونعيش لحظة يمكن أن لا نلقي اللوم على الشباب العربي، بل على مناهجنا المعرفية وعلى نظرياتنا الفكرية التي لم تستطع أن تواجه هذا التحدي الداخلي والخارجي. طيب هذا ربما له تبعاته بالحديث عن وسائل حماية الهوية العربية، لكن ليس قبل أن نستكمل هذا الحوار، ربما بعد الفاصل سنبحثه أكيد. يعني أستاذ ياسين، الآن القضية ليست في العولمة بحد ذاتها، وإنما بما أفرزته من منتج داخل المجتمعات العربية، بحيث وصلت الدول العربية الآن إلى أن يتسيدها طبقة من الفنانين والسياسيين والكتاب من ذوي المعرفة الضحلة، لا يمتلكون العمق المعرفي الكافي. فمثلا في مصر الأمة المثالية هي راقصة، في دولة عربية أخرى يكون مثلا وزيرا للثقافة والمعرفة كاتب يعني لا يستطيع أن ينشئ جملة بلا أخطاء لغوية، وهكذا. إلى أي مدى ترى أن الوضع فيما يتعلق بمسألة الهوية والانتماء في خطر في ظل هذا الوضع؟ ينبغي أن ننظر للعلماء من زاوية أيضا منصفة وعادلة. العولمة التي تأتي من الغرب هي تأتي بتقنيات وتأتي بقيم، من ضمنها الحرية. في الحقيقة هناك تعميم للأدوات التقنية في عالمنا العربي، لكن ليس وهناك إقصاء لقيم الحرية والفردانية على سبيل المثال، وحق الإنسان في أن يفوض، حق الإنسان في أن ينتخب. لهذا لا يمكن ربط هذه المشكلة، هذا الانحدار المجتمعي الهوياتي الآن، لا يمكن ربطه بالعولمة،
وإنما ربطه بالإرادات السياسية المهيمنة والمتحكمة. ونحن نعلم أنه بعد الربيع العربي تحديدا، وبعد أن تم إجهاض ثورة الربيع العربي في أهم الأقطار العربية، هناك استثمار للأنظمة الشمولية في هذا المجال لإفساد الشباب، استثمار ممنهج، لأنهم قلقين جدا من موضوع الهوية. الهوية حامل أساسي، حامل سياسي مهم جدا، يمنح هؤلاء الشباب القدرة على الصمود وعلى المواجهة وعلى المطالبة بحقوقهم. الشعور الهوياتي، الشعور بحاجة الشباب إلى أن يندمج سياسيا في إطار هويته العربية الإسلامية، هناك استهداف للشباب المتدين على سبيل المثال بشكل خاص، هناك محاولة لإفساده، لأن الشباب المتدين يعرف طريقه وما الذي يريده تحديدا، وعنده نموذجه الخاص، النموذج السياسي للحكم، النموذج الثقافي إلى آخره. هناك تكامل في الحقيقة بين الأنظمة التي هيمنت على الوطن العربي ما بعد الهجمة على الربيع العربي، وتكامل أيضا مع الأنظمة الغربية. هناك مشروع مشترك لهدم الهوية، لهدم القيم على الأقل. الهوية تبقى، مثلا هناك من أخبرنا على سبيل المثال غربيين زاروا رجل الإمارات القوي محمد بن زايد وأبلغهم بأنه جمال عبد الناصر العصر الآن، لكن انظر ما الذي فعله عبد الناصر في تلك الأيام وما يفعله هذا الرجل. هذا الرجل يعمل على هدم وتقويض ثوابت الأمة وثوابت الهوية للأمة، ومع ذلك يسمي نفسه عروبيا أو يحاول أن يلصق نفسه يعني هناك محاولة لتحوير أو تغيير مفهوم من هو العربي، ما هي الهوية العربية والثقافة العربية. لا، ليس هناك صراع حول هذه الفكرة، ولكن هناك تهجين لهذه الهوية، هناك إخضاع لهذه الهوية، هناك احتواء لهذه الهوية بحيث لا تكون مصدر إلهام ولا محرك أساسي لتثبيت الحقوق السياسية أو للحصول على الحقوق السياسية أو تثبيت الأمة كند حضاري لبقية الأمم. إفراغ، تجويف هذه الهوية بشكل كامل، هذا ما يستهدفه المشروع الحالي الذي تنفذه الأنظمة بالتكامل مع الغرب، بعد أن شعروا بأن الهوية بمضمونها اللغوي الديني القيمي أصبحت مشكلة حقيقية ولا يمكن لها أن تضمن استقرار المنطقة إذا ما بقيت إسرائيل على سبيل المثال الدولة الأقوى فيها. طيب أستاذ غسان، الهوية طبعا وليس الهوية، الهوية العربية، ما الخطر الأول والتهديد الأكبر الذي تواجهه؟ هل هو داخلي أم خارجي برأيك؟ في تقديري هو داخلي المقام الأول، لأن هذه الحالة من التشظي التي يعني بيصعب معها حتى تعريف الهوية. أنا ذكرت قبل قليل أن هذه المجتمعات، أنا أريد أن أنبه النقطتين، حينما نتحدث عن المجتمعات العربية ينبغي أن نضع في الاعتبار أن لكل مجتمع من هذه المجتمعات خصوصية. يعني حتى يعني صراع الهوية في السودان ليس هو كما هو في العراق أو في اليمن أو في سوريا. يعني هذه نقطة مهمة جدا، أنا حينما أتناول قضية الهوية في السودان هذا موضوع معقد جدا جدا، وبخلاف لذلك الاعتراف بالخصوصية هذه نقطة مركزية. النقطة الأخرى كما قال ضيفك الكريم أنه المجتمعات العربية تعيش حالة، أنا أعتقد التعبير تشظي نفسه ليس تعبيرا كافيا بل هو بسيط. التحدي الداخلي هذا هو تحدي سياسي، تحدي اقتصادي، وبطبيعة الحال تحدي اجتماعي ثقافي. فأكبر المهدد أن هذه المجتمعات نفسها التي نقول أنها تجابه بتحدي العولمة لا تجتمع على قلب رجل واحد لتعرف نفسها، وإذا لم نعالج الاختلالات الداخلية التي كما ذكرت قبل قليل تصنع هويات متصارعة داخل المجتمع الواحد. المجتمع الواحد إذا كان عراقي أو يمني أو سوداني أو مصري أو كذا، هناك صراع داخلي يشظي هذه الهوية. لذلك التحدي الداخلي هو التحدي الأكبر، لأننا إذا أردنا أن نقول أنه فقط هناك تحدي العولمة التي تريد أن تصور كل شيء على نموذج واحد، على معنى واحد، على قرية واحدة، تنمزج هذا العالم على شخصية واحدة وقناع واحد، فهذا في حال ما نعيش من تشظي وصراعات داخلية تتصارع فيها هويات داخلية ومحلية، فالتحدي الداخلي أقوى 100 مرة من التحدي الخارجي. طيب، مواجهة هذه التحديات وسبل تعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية العربية أو ما تبقى منها كما يقول بعض الكتاب العرب، هذا ما نبحثه بعد وقفة أخيرة تتلوها عودة لاستكمال الحلقة إن شاء الله.
أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ ياسين، الآن المنطقة العربية تعيش حالة حروب وتهجير واغتراب وفقر وبطالة وأمية، وهذا قد وربما يكون من المتفهم أن يضعف الإحساس بالهوية وبحاجة الانتماء الإنسان إلى هويته العربية عند الشباب العربي الذي يعيش هذه الظروف. من أين يجب أن تبدأ أولى خطوات تعزيز الانتماء لدى هؤلاء الشباب والحفاظ على هويتهم؟ طبعا التحدي كبير للغاية في ظل التشتت، ويعني كان يفترض الرهان على مجتمع مستقر في ظل دولة مستقرة، لكن الآن المدخل يظل في الأول والأخير هو مدخل معرفي علمي تعليمي، وهذا المدخل يتطلب وجود مجتمع متعافي حتى في ظل هذا الانهيار، حتى في ظل هذه الصراعات. المجتمع المتعافي دائما يأتي من وجود نخب متماسكة ملتزمة إلى حد كبير، وأنا عندما أقول هنا ملتزمة لا يعني متدينة فقط، ملتزمة تجاه الأمة وأولوياتها وأهدافها الاستراتيجية. هناك نخب مثقفة، هناك تدرك طبيعة التحديات التي تواجهها الأمة، وهناك العلماء إلى آخره إلى آخره. المطلوب هو الاتكاء على هذه المساحة المتعافية من المجتمعات المدنية التي لديها مرونة وقدرة على الحركة حتى لو كانت في المهجر، لديها مسؤولية أيضا لتقوية وتعزيز الهوية. لكن تعزيز الهوية ليست من خلال عبارات تملى على الشباب أو من خلال تعليمات تملى على الشباب، وإنما من خلال دمج الشباب في مهام حقيقية. أولا عبر منظومة التعليم كما قلت، يعني لابد ما تكون هناك فرص كافية للشباب لكي يواصل تعليمه بشكل جيد، مواصلة التعليم بشكل جيد، ما الذي يتلقاه هذا الشباب، إبقاء الشباب في حالة حراك مستمر، اتصال بهمومه وقضاياه، هذا يمكن تأمينه من خلال الروابط الاجتماعية المدنية التي توجد في داخل البلدان العربية وفي خارجها. إذن التعليم، الروابط الاجتماعية، الروابط الثقافية، النخب السياسية الاجتماعية الفكرية الثقافية الملتزمة تجاه قضايا الأمة وهويتها، كل هذه الأمور أنا أعتقد أنها متطلبة أساسية من شأنها أن تضمن الحد الأدنى من بقاء الشباب ملتزما بمعايير الهوية، متغذيا بهذه الروح الهوياتية التي تتكون من جزئين أساسيين وهي الدين والثقافة، بالإضافة إلى مجموعة العادات الحسنة والثقافات. ما تتفضل بذكره أستاذ ياسين جميل، لكنه يصطدم بعقبات عملية أريد أن أسأل عنها الأستاذ غسان في الخرطوم. يعني هناك تضخم لانتماءات ضيقة، الآن نشهد الشباب العربي يتقوقع حول طائفته أو عشيرته أو مدينته، وهذا كله كان على حساب الانتماء العروبي الذي كنا نشهده قبل عقدين أو ثلاثة عقود. كانت هناك وشائج العاطفة قوية بين الشعوب العربية، تآكلت هذه الوشائج لمصلحة الطائفة أو العشيرة. هل يمكن الإفادة من هذا الواقع، هذه الانتماءات الضيقة وتحويلها، الإفادة منها وتحويلها إلى الانتماء الأكبر وهي الهوية العربية؟ يعني هذا سؤال مهم جدا طبيعة الحال. أنا أعتقد أن المدخل الرئيسي لحل المشكلات في أي مجتمع من المجتمعات هو الإصلاح السياسي. هذا الإصلاح السياسي هو الذي يجهز البيئة لمناقشة هذا النوع من المشكلات، مشكلات الطائفية والهويات الضيقة والهويات الإثنية. الآن أكثر ما يؤلم حينما ننظر في موضوع الهوية العربية عند الشباب أو حتى في مجموع، يعني الآن وهذا أمر مؤسف للغاية، لأنه كما ذكرت أنت في أكثر يعني قبل عقود من الآن كان العرب كلهم يجتمعون على هذا المعنى الثقافي، أنهم ينتمون إلى معنى حضاري قديم تنصهر فيه هذه يعني الإثنيات والعرقيات والقوميات، بل كانت القناعة تقوم على أن الثقافة العربية نفسها هي بنت هذا الهجين الإنساني الكبير. أنا في تقديري دون إصلاح سياسي حقيقي تفرغ فيه الحرية لمناقشة هذه القضايا بالشكل المنهج العلمي الذي يسمح لنا بأن نخاطب جذور مشكلاتنا الرئيسة في المجتمعات، هذه المجتمعات العربية الآن تعاني مشكلة الطائفية، تعاني مشكلة الفقر، تعاني مشكلة غياب الحريات، تعاني مشكلة الأيديولوجيا المتطرفة. لذلك المدخل الرئيس في تقدير أن يكون هناك مشروعا للإصلاح السياسي، مشروع حقيقي يخاطب مشكلات هذه الشعوب وهذه المجتمعات وتفرد فيه المساحات وتوسع
لصالح أن نقدم أسئلة حقيقية. أنا أعتقد أن كثير من الأسئلة المقدمة في نقاشاتنا المعرفية العربية هي بشكل أو بآخر أسئلة مزيفة، ليست أسئلة حقيقية. ويمكن أن نضرب أمثلة كثيرة لكل مجتمع من مجتمعاتنا العربية. في حال تواضع المجتمعات على أن تنشئ مشروعا سياسيا إصلاحيا يخص ويخاطب مشكلاتها، أنا في تعني يمكن بعد ذلك أن طلق. طيب أنا سأعود إليك أستاذ غسان، يبدو أن هناك مشاكل فنية في لحل مشكلات لا نستطيع أن نسمعك بوضوح كافٍ. سأعود إليك بعد قليل. تحدثت عن بعض الخطوات المهمة التي ينبغي القيام بها في مسائل الهوية، لكن على من تقع مسؤولية ووظيفة حماية هذه الهوية العربية بين الشباب وتعزيز وعيهم بها؟ طبعا الضيف الكريم من الخرطوم أشار إلى مسألة الإصلاح السياسي، لكن نحن نواجه تحدي الآن. الأنظمة المستقرة الاستقرار النسبي التي تفرض سلام القوة في مصر وفي غيرها من البلدان، هذه تستهدف الهوية بشكل مباشر في حالة عداء مع الهوية، مع كل ما يؤمن الثبات والتماسك وتعزيز الهوية. المجتمعات المشتتة كسوريا واليمن وليبيا، لهذا أنا تحدثت عن مسؤول عن عن عن, عن قضية التعليم وعن قضية الدور الذي يمكن أن تنهض به أو ينهض به المجتمع المدني، النخب السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. فحتى في المجتمعات التي تعيش سلام القوة في ظل هيمنة ديكتاتورية، أعتقد الرهان يكون على مسألة التعليم وعلى مسألة ما تبقى من عافية في المجتمع المدني إلى أن تتحقق وتتوفر شروط الإصلاح السياسي. لكن في تقديري ينبغي أن تبقى الوسيلة الأهم وهي استعداد هذا الشباب والمجتمعات العربية للمقاومة، استعدادها للمقاومة من أجل إنهاء المهددات الحقيقية للهوية. وفي مقدمة هذه المهددات الأنظمة الدكتاتورية الشمولية والتحديات المباشرة التي تأتي من الغرب والموجهة بشكل مباشر للهوية، والتي تتم من خلال دعم الأنظمة الشمولية، من خلال استهداف تماسك المجتمع، من خلال استهداف العناصر الأساسية والصلبة في الهوية العربية الإسلامية. إذن إشكال هناك قضايا مركبة ومعقدة في حقيقة الأمر. نحن أمام مجتمعات مستقرة تفرض سلام القوة، مجتمعات مبعثرة بسبب عدم الاستقرار السياسي. لهذا أنا أركز على مسألة دور المجتمعات المدنية، دور التعليم. لكن أعود وأقول أيضا بأنه ينبغي أن نستعيد دولنا أولا، وهذه تقتضي اعتماد مبدأ المقاومة. المقاومة أعتقد أنه سيشكل أيضا واحد من ضمانات ارتباط الشباب العربي بهويته. ليس هناك أقوى من الالتزام تجاه حماية الأوطان، القناعة التي ترسخ لدى هذا الشباب بضرورة استعادة دولته. هذا أعتقد أنه سيعزز بشكل تلقائي تمسك هذا الشباب بهويته، لأن استعادة الدولة يمثل شرط أساسي من أجل حماية الهوية والدفاع عنها من المهددات. طيب غسان، تحدثت عن أن ضرورة الإصلاح السياسي، لكن في ظل الواقع الراهن الآن هناك أنظمة سياسية منشغلة في توطيد حكمها على حساب قضايا كثيرة، منها وربما على رأسها قضية الانتماء العربي، الهوية العربية بين الشباب العربي. كيف يمكن وضع خطوات لتعزيز هذه الهوية في ظل أنظمة سياسية لا تعطي أهمية ذات جدوى لهذه القضية؟ طبعا المقصود بتعبير الإصلاح السياسي أي شخص يدرس الظواهر الاجتماعية لابد أن يعرف أنه دون اتفاق النخب على كيفية أو على الإجابة عن سؤال كيف يمكن أن تحكم هذه المجتمعات، كيف تستطيع أن تعبر عن نفسها، هذا مدخل المقصود من الإصلاح السياسي، وهو الذي يترتب من بعده إصلاح التعليم. وأنا ضيفك الكريم صحيح أن المنح الذي يقول يمكن أن ينطبق على بعض الدول، أنا في تقديري أنه هناك أنظمة سياسية من مصلحتها بأنها تعمم معنى واحد يخدم مشروع السياسي، وبالتالي يصنع من كل القوى الاجتماعية الحية قطيع تستطيع أن تقوده في أي اتجاه كانت. الذي أعني أن قضايا الإصلاح في المجتمعات تقوم بها النخب الموجودة في هذه المجتمعات. هذه النخب الآن تعيش أزمة أو أزمات دعنا نقول، والشباب جزء من هذا الحراك. إذا أردنا من خطوات، ولا أعتقد أن هناك شخص أيا كان مبلغ علمه أنه يملك مشروع وخطوات واضحة لحل مثل هذه المشكلات،
المدخل ثاني أنا يعني مرة أخرى سأقول المدخل يبدأ من فهم المهددات الرئيسية التي تواجه كل مجتمع على حدة. كثير من المجتمعات، أنا من مجتمع تواجه مشكلة متعلقة بزحف الهويات القومية القديمة واستدعائها حتى أنها تقضي على الهوية العربية الموجودة. هناك مهدد في العراق، هناك مهدد في اليمن. يعني أنا مع هذه النظرة الموضوعية الواقعية التي تنظر لكل مجتمع وتتعرف على طبيعة هذه المهددات. لذلك الذي يصلح كنموذج لحل المشكلة هنا قد لا يصلح لحل المشكلة هنا. سميته بخصوصية الحلول العربية لموضوعة الهوية والانتماء وكذلك مشروع الإصلاح السياسي. هذا 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 ربما بعض الكتاب يتحدث عن أن غياب مشروع عربي في منطقة عربية تزدحم فيها المشاريع الأجنبية قد يشكل عامل اضطراب للشباب العربي. وهنا أنقل لك هذا الكلام، هل يمكن بلورة مشروع عربي من خارج المنظومة السياسية الحاكمة في المنطقة العربية كحل لتجميع الشباب العربي حول مشروع يوحدهم وجدانيا ثقافيا سياسيا؟ يبقى التحدي الكبير أمام مشروع كهذا هو يأتي من طبيعة الأنظمة المهيمنة الآن وعدم قناعة الخارج الآخر الغرب بمهمة كهذه، دائما تحاربها. ولهذا الغرب دعم الإطاحة بأنظمة ديمقراطية في بلدان العربية. لا يمكن أن نقبل بمشاريع من هذا النوع. هذه المشاريع تظل مغامرة لكنها ممكنة التحقيق إذا ما تواجد أناس ملتزمون قادرين على التضحية وعلى البذل وعلى مواصلة المهمة إلى أن يتحقق هذا الهدف. لا شك بطبيعة الحال أن الدور النخبوي الذي يمكن أن يتحول إلى ممارسة عملية وإلى موجهات يمكن أن تكبر معها الكرة يستطيع خلق النموذج، يستطيع يعني فرض مشروع من خارج الأنظمة الدكتاتورية المهيمنة على عالمنا العربي لا شك. لكن كما قلت لك هذا يظل تحدي حقيقي وإشكالي إلى حد كبير. أدركنا الوقت، لا أفهم من كلامك أنه لا حل لتعزيز الهوية العربية والحفاظ عليها إلا بتغيير سياسي جذري في المنطقة، بنعم أو لا؟ نعم كذلك توافق على هذا الكلام أستاذ غسان، بنعم أو لا الحل الوحيد هو التغيير السياسي الجذري للحفاظ على الهوية العربية أم هذا فهم خاطئ عندي؟ يعني هذا فهم راديكالي شيئا ما. طيب طبعا أنا هذا ما بنيته على ما تفضل به ضيفي في الاستوديو وكنت أسألك عن رأيك. صحيح. أشكرك. صحيح. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، معي في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب الصحفي وكان معنا عبر سكايب من الخرطوم، والأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث السوداني. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، في حراسة الله وتوفيقه. لا استرادك.